السلام عليكم ورحمة الله. هنبدأ أول محاضرة في الإبدمنولوجي اللي هو علم الوبائيات، وده علم برضو يا جماعة بيتكلم على الأمراض والهيلث بروبلم والكلام ده، زيه زي حكاية المايكرو اللي كنا بناخدوه في سنة أولى. تمام. أول حاجة عندنا اتنين ديفينيشن. أول ديفينيشن بيبدأ من أول هنا عشان بس يبقى معاكم كتاب، لما تسمعوا الفيديو تبقى معاكم كتاب، تبقى عارفين بتحددوا ايه بالظبط وبتذاكروا في ايه. طيب اول حاجه، اول ديفينيشن عندنا اللي هو ايه، is the study of health in population to understand the cases and patterns of health and illness. يعني ايه اللي هو دراسه الصحه للسكان علشان نعرف ايه الانماط الصحية والمرضية. يعني هم احنا موقع مثلا عايزين نعرف الصحة بتاعته والمرض بتاعه، فبالتالي نستخدم علم الوبائيات ده. تمام. تاني حاجة، تاني definition اللي هو ايه، the study، ثانية بس حددته لكم، the study of the distribution and determinants of health related state or events in specific populations and the application of this study to control of health problems. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا بندرس توزيع ومعرفة الصحة. يعني احنا في منطقة معينة. تمام. اللي هو ايه، specific problems populations sorry. طيب احنا مثلا عندنا منطقة القاهرة، مثلا محافظة القاهرة في مثلا مرض حصل فيها، عايزين نعرف ايه الناس المرضى وايه عدد الناس الاصحاء. عايزين نحسب، هنشوف مثلا الناس المرضى دي ايه المرض اللي اصابها، ايه الاسباب، طيب قد ايه العدد والكلام ده. اول ما عرفنا الحاجة دي وخلاص احنا زبطنا ووزعنا كل حاجة وعملنا distribution و determinants، هنعمل ايه؟ هنعمل application of this study to the control of health. ان احنا بقى خلاص احنا درسنا بقى الحالة وخلاص على كده وزبطنا الدنيا، يبقى هنبدأ ان احنا نعمل control، هنطبق وهنعمل application علشان نعمل control للhealth problem. تمام. دي اول definition. طيب تاني حاجة، في حاجة هنا مهمة في السطر ده، بيقولك ايه زي اللي انا عايزاك بس تحفظهم منه، ان زي الميديكال دكتور ده اللي هو مثلا بيبقى بيدير الهيلث بروبلم. تمام. طيب بيديرها على شكل ايه؟ على شكل انديفيدوال، بيبقى فردي بس. يعني مثلا شخص جاله بيبقى مثلا تعبان المرض بتاعه، لا هو بيهتم وبيدي مثلا تعليمات وبيدي علاج للشخص ده بس، يعني شخص فردي. لكن في حاجة تاني اللي هو the public health doctor اللي هو الكوميونيتي في السكان، ده اللي هو بيستخدمها في ايه، وهو برضو بيبقى موجود في الهيلث بروبلم، لكن بقى بيستخدمها في ايه بالظبط؟ بيقول لك جروب هيلث، لكن التاني كان بيستخدمها في ايه، في الانديفيدوال. لازم نبقى عارفين الفرق بين دول ودول عشان ممكن يجي لنا صح وغلط، او ممكن يجي لنا اكمل. يعني ان نعرف ان هو الميديكال دكتور ده بيستخدم ان على الحاله الانديفيدوال، لكن البيوبليك هيلث دكتور بيستخدم في جروب هيلث. تمام. بعد كده في الدياجنوز، خلاص بقى احنا ايه لقينا ان في مرض وكنا عملنا دياجنوزس، فايه اكتشفنا المرض المعين ده. طيب الدياجنوزس بقى الديفينيشن بتاعه اللي هو ايه، الديفينيشن بيقول لك is done by taking patient's history conducting an examination and using فيورسر سبيسيفيك انفستيجيشن از نيد. يعني ايه؟ ان احنا بناخد اول خطوه ان احنا بناخد التاريخ المرضي بتاع المريض. تاني حاجه بنعمل متابعه. طيب المتابعه دي بتبقى ايه؟ في تحقيقات بعد كده ومساعدات علشان نحقق الحاجات اللي احنا محتاجينها. تمام. طيب احنا في ستيبس علشان الدياجنوزس ده يتم،
انت مادام حفظت الديفينيشن يبقى انت خلاص كده عرفت ايه الاحتياجات اللي انت عايزها تحت، ايه الخطوات بتاعته، ايه الخطوات بتاعته اللي هو نو ذا هيستوري اوف ذا كومون ديزيز، نعرف التاريخ المرضي الشائع اللي ممكن بيصيبه الجمهور كله او اللي هو الشعب او العامة كلها. تاني حاجة اللي هي conduct an examination of the population using the vital indices أو the vital statistics. يعني ايه؟ يعني احنا بنعمل متابعة للإكزامينيشن ده للسكان. طيب دي مهمة جدا يا جماعة، النقطة دي مهمة جدا وركزوا عليها الدكاترة جدا، ان هي ممكن تيجي صح وغلط. يعني ممكن تيجي ان هو مثلا ال conduct an examination ده بيبقى اللي هو not vital statistics، هيقول لك انت هتحلها ايه غلط، لكن هي من الفيتال استاتستيك تمام، لكن لو قالك ان هي نوت فيتال استاتستيك يبقى غلط تمام. تالت حاجة بقى اللي هي بروسيس سبيسيفيك اكزامينيشن اند انفستيكيشن، يعني احنا بنعمل ايه؟ بنعمل بقى ايه؟ بنعمل تحقيقات وللإكزامينيشن ده علشان بنستخدمها وبنستخدم سوري وبنستخدم تشخيصات مختلفة علشان نعرف الدايجنوزيس سوري الديزيز ده هو ايه. تمام خلاص بقى عرفنا المرض وعملنا دايجنوزيس، هنعمل بعد كده التريتمنت. تمام التريتمنت ده طبعا اللي هو الدكتور خلاص عرف نوع المرض، بيعمل بنديه التريتمنت ده علشان يحصل بريفنت لي او يحصل بريفنت مثلا ما يحصلش كومبليكيشن. بعد كده مع الايام بنستمر ان احنا بنعمل ايفالويشن، بنعمل تقييم علشان نشوف هل العلاج ده كويس والمريض بيتحسن ولا ايه بالظبط. تمام يبقى اللي هو التريتمنت ان احنا بندي علاج علشان بريفنت من الكومبليكيشن. طيب في عندنا نقطة تاني اللي هو الجود اند هيلز، الجود اند بيد هيلز اند ديزيز. يعني ايه عندنا الجود هيلز؟ الجود هيلز معروفة اللي هي ايه، عندنا هنا التعريف بتاعها، التعريف بتاعها اللي هو state of complete physical mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. يعني ايه اللي هي التكامل، حالة من التكامل الجسدي والعقلي والرفاهية الاجتماعية، مش مجرد بس ان هو غياب المرض او الاعاقة. تمام طيب عايزين نعرف اللي هو الباد. هنا احنا مش قلنا ان هو فيزيكال ومنتال وسوشيال، هيجي بقى هنا ايه، هيقسمها لك للتلات حاجات دول. لو في الجود مثلا هو شخص جود هيلز هيعمل ايه؟ في الفيزيكال بتاعه هيبقى ايه؟ جود ستراكشر، يعني هو الاناتومي بتاعته بتاعت البادي بتاعه بيبقى جود ستراكشر، هو كويس الفانكشن بتاعته شغاله كويسه جدا. طيب المنتال بتاعه اللي هو السايكولوجيكال بالانس والجود مود، ان هو بيبقى صحته النفسيه بتبقى كويسه وعنده توازن نفسي. بعد كده السوشيال ويل بينج اللي هو مثلا بيبقى قادر يتعامل ازاي، بيتكيف تكيف جيد جدا مع المجتمع والتقاليد، ويبقى ايه شخص كويس جدا. تمام طيب الالنس بقى، احنا قلنا في اللي هو الجود شخص ايه كل حاجة فيه كاملة سواء في الفيزيكال او المنتال او السوشيال، لكن بقى في اللي هو الشخص مريض بيبقى ايه؟ في الفيزيكال بيبقى the presence of injury or illness، يعني بيبقى فيه مثلا اصابات وحوادث وبيبقى فيه مرض. تمام المنتال بيبقى السايكولوجيكال بتاعه بيبقى فيه بروبلم او فيه مرض، النفسية بتاعته بيبقى فيها مرض. السوشيال بتاعته انه بيرفض ان هو بيتعامل مع المجتمع، بيبقى فيه عداوة، يعني مثلا لما بيجي بيتعامل مع حد ما بيتعاملش مثلا بالطريقة الكويسة او الكلام ده، بيبقى لا في عداوة في الحاجات دي. تمام بعد كده جايب لك الديفينيشن بتاع الديزيز هنا اللي هو abnormal condition
that affects a person and cases a disorder of a structure or function، اللي هي ايه؟ حالة من عدم، حالة غير طبيعية بتأثر على الشخص وبتسبب اضطرابات في الهيكل بتاعه او التكوين بتاعه والوظيفة بتاعته، يعني هو شخص بيبقى ايه، تعبان او الكلام ده. ماشي، وانا عايزاكم بس ايه، تمسكوا معايا الكتاب وتخططوا الحاجات المهمة، ايه الحاجات اللي انا بقولكوا عليها. تقريبا اول شابتر ده اللي هو كلامه كتير بس هو حلو وخفيف، يعني انتوا اول ما تخططوا معايا هتبقى كله تمام. طيب بعد كده الابدومولوجي is concerned about distribution and determinants of، علم الوبائيات ده او الوبائيات دي بيبقى فيها ايه، بتنقسم لثلاث حاجات، في اللي هو communicable disease و non communicable disease و other health problem، يعني ايه، امراض معدية وامراض غير معدية ومشاكل صحية اخرى، يعني ممكن يبقى مرض غير كده. تمام، طيب بيقول لك distribution للمرض ده، احنا بصوا distribution هنا في الكم سطر اللي مكتوبين دول انت هتفهم حاجة واحدة بس، ان في distribution لازم يبقى البروبلم دي بيحصل study في ايه، studying the person والplace والtime، انت تبقى حافظ دول، ان مثلا اللي هو distribution بيبقى في place والperson والtime. طيب determinants بقى، determinants بيبقى في ايه، بيبقى studying the characteristics of honest of the honest environment والcase لو تعرف. طيب يبقى اللي هو الديستريبيوشن بيبقى دراسة في الشخص، على الشخص نفسه ومكانه والوقت، لكن اللي هو الديتيرمنتس المعرفة بتبقى للخصائص بتاعة المرض مثلا او العدوى او واللي هو البيئة بتاعته ايه، والسبب لو احنا عارفينه، لو في مثلا سبب احنا عارفينه نقوله. تمام، طيب بعد كده الـ process of health problems، الـ process دي اللي هو الـ steps، علشان في تحت او ما قبل ما نخلص الشابتر في كام حاجة كده عايزاكم تركزوا علشان ما تتلخبطوش بين الـ steps او الـ process بتاعة الـ health problem وفي حاجة تاني اللي هي natural history. تمام، طيب اول حاجة الـ health problem يعني ايه الستبس بتاعتها، يعني مثلا في شخص قدامي اهو عايز انا اعرف البروبلم بتاعته بدأت ازاي، المرض اللي حصله ده بدأ ازاي، اول حاجة بيقول لك اكسبوشر تو ذا كيس، ان هو التعرض للسبب، ان هو مثلا اتعرض لحاجة. احنا مش فوق قسمنا ان الهيلث بروبلم في اللي هو الكوميونيكابل ديزيز والنون كوميونيكابل والاذر هيلث بروبلمز، هنا بقى هنقسم التعرض على التلات حاجات دي. يعني مثلا الانفلونزا، الانفلونزا ده مش اللي هو كوميونيكابل ديزيز، اللي هو مرض معدي. طيب يقول لك الانفلونزا ده بيتقسم لاثنين، عندنا كل مرض بيتقسم لاثنين اللي هو سيستبيتابل وعندنا الريسيستنت. طيب يعني ايه سيستيتابل يا جماعة، سوري، اللي هو سريع التأثير، يعني شخص مناعته ضعيفة، فبالتالي لما بيجي مرض زي الانفلونزا ده بيحصل له ايه، ان هو بيتعدي منه بسرعة. انت شخص مثلا عنده انفلونزا وانت المناعة بتاعتك ضعيفة، فيدوبك بس من اول ما هتقرب منه هوبا بقى هتاخد المرض على طول. لكن شخص بقى اللي هو ايه ريسيستنت، الشخص مقاوم عنده المناعه بتاعته كويسه، ما قويه كده وما بتتاذيش من اجل حاجه. بص يعني لو هو قاعد جنبه كده بيعمل كل حاجه، بيعطس بقى، بتعبان، حضنه، قرب منه، اي حاجه تلاقي ان المناعه انا زي ما انا جامد، فاهمين، ما بيتعديش. طيب مثلا زي عندنا الراديشن نون كوميونيكابل ديزيز، ان هو مرض غير معدي، زي ايه اول حاجه عندنا اللي هو سريع التاثير، مثلا اتعرض لجرعه كبيره، تمام، من غير كمان هو مثلا راح مكان فيه راديشن
وتعرض لجرعة كبيرة، وده بسبب ان هو ما كانش مثلا لابس الحاجات الوقائية بتاعة الراديشن. طيب بعد كده الريسيستنت اللي هو مثلا عمل افويدنج، لا انا شخص داخل المكان ده عارف ايه اللي بيحصل مثلا، فبالتالي انا عملت الوقاية بتاعتي ولبست الحاجات الواقية ودخلت كده ما حصلش اي حاجة، انا اطلع كده زي الفل. طيب بعد كده بروكن ستريس يعني ايه؟ اللي هو واحد وقع من على السلم، واحد وقع من على السلم يعني اتكسر. فعند اللي هو طبعا ايه الاديشنال هيلث بروبلم اللي هي اللي هو اذر هيلث بروبلم تمام. طيب سريع التأثير، مثلا انا بطلع على سلم الاضاءة بتاعته زي الزفت وما انا مش شايفة اصلا قدامي وكل اللخبطة دي، فبالتالي ايه انا وطول عمري فمش هشوف فممكن اقع واتكسر. لكن بقى اللي هو ريسيستنت ان مثلا شخص رايح مكان الاضاءة بتاعت السلم كويسة شايف كل حاجة، فبالتالي مش هيتعرض لان هو ايه مش هيتكسر تمام. يبقى اول حاجة اللي هو الاكسبوشر، الاكسبوشر اللي هو التعرض سواء كان اللي هو الكوميونيكابل ديزيز او نون كوميونيكابل او اللي هو اذر بروبلمز تمام. طيب افتر اكسبوشر دي تاني خطوة، يبقى الخطوة الاولانية الاكسبوشر، تاني خطوة بقى اللي هو افتر اكسبوشر. افتر اكسبوشر بقى اللي هي ايه السيمبتوم والساينس، العلامات والاعراض. طبعا العلامات اللي هي السيمبتوم، الاعراض اللي هي السيمبتومز الحاجات اللي بتظهر للشخص وبيشتكي منها، الساينس العلامات اللي احنا بنشوفها ان احنا بعد ما عملنا تشخيص بنكتشف الحاجه دي وايه هو المرض. طيب الحاجات دي في حاجات بتظهر على طول وفي حاجات مش بتظهر. طيب الحاجات بتظهر ده طبعا على حسب المرض، لو هو مثلا شخص مصاب بمرض زي مثلا الانفلونزا فبالتالي هتظهر ان هو مثلا يحصل فيه سخونه، بيحصل فيه رشح، سعال، يعني بيتعب تمام. لكن اللي هو الشخص مثلا عنده كانسر فبالتالي مش بيظهر على طول غير لما ايه يحصلوا يعملوا مثلا تحاليل ويعملوا الحاجات دي، فبالتالي بنكتشف ان هو عنده مثلا كانسر. طيب العلامات دي مثلا لو هو مرض بتظهر عنده العلامات، العلامات دي بتظهر امتى؟ مثلا في مرض بيظهر في خلال ساعة او في خلال يوم، في مرض بيظهر في خلال مثلا العلامات بتاعته بعد شهر، في بعد سنة، في مثلا الأمراض بتظهر في نفس اللحظة ان انت مثلا صبت، يعني زي دور البرد ده يدوبك انت ممكن لو مناعتك ضعيفة وقعدت جنب حد عنده دور برد بمجرد كده ما انت هتقعد وهتقوم تروح هتلاقي نفسك بدأت في الصداع والكلام ده، بتبدأ ان انت ايه تتعب تمام. يبقى دي اول حاجة ان احنا اللي هو الاكسبوشر. تاني حاجة اللي هو افتر اكسبوشر اللي هي العلامات. تالت حاجة بقى اللي هي بير هيلز بيجمنت واللي هو جود دايجنوسيس اند سبيسيفيك تريتمنت. انا مش عايزاك تحفظ غير الحتتين دول، التلاتة دول هما اللي تحفظهم. اللي هما ايه؟ اول حاجة هنعمل اللي هو الادارات، بنحضر بقى اللي هي الادارات الصحية، وبعد كده بيحصل اللي هو جود دايجنوسيس، بنعمل تشخيص بنشوف ايه المرض وايه اسبابه وطب ايه العلاج بتاعه، بعد كده بيحصل اللي هو specific treatment ان احنا بندي علاج. طيب تاني حاجة اللي هو ال recovery or death. احنا عملنا هو تعرض وظهرت العلامات وبعد كده رحنا كشفنا مثلا وعملنا diagnosis وعرفنا ايه نوع المرض وعطينا العلاج، بعد كده بنوصل لمرحلة اللي هو ايه، يا اما ريكفري اللي هو الشفاء او الدس او اللي هو المريض خلاص هيموت، يا اما يحصل شفاء يا اما يحصل موت على حسب برضو الديزيز. خلاص خلصنا بقى من اللي هو البروسيس بتاعت الهيلث بروبلمز، هندخل بقى او اللي هي الستيبس بتاعت الهيلث بروبلمز، افهموهم ستيبس خطوات او اللي هي ايه البروسيس تمام. نيجي بقى في تاني حاجة دي اللي هي الناتشورال هيستوري اوف ا ديزيز او اللي هو الهيلث بروبلم. عندنا اللي هو التاريخ الطبيعي لأي مرض، ما نلخبطش بين الخطوات وبين التاريخ، نحفظ العناوين علشان اهم حاجة في ناس بتبقى فاهمة وشاطرة وحافظة لكن بتتلخبط
في اللي هو شكل العنوان او اللي هو الخطوات بتاعتها. تمام. طيب عندنا في اللي هو الناتشورال هيستوري، اول حاجه بيبدا في ايه؟ تاريخ مرض. بيبدا في اول حاجه ما فيش مرض، تاني حاجه بيحصل ايه؟ بري كلينيكال فيس، اللي هي المرحله اللي هي الاوليه اللي مثلا بيحصل فيها ان الشخص بيتعب، بيظهر عليه العلامات، الكلام ده. بعد كده اللي هي كلينيكال، في كلينيكال فيس اللي هي ايه؟ يعني بري كلينيكال اللي هي العلامات الاثريه الاوليه، يعني اللي هو مصاب بالمرض ابتدت العلامات بتظهر. بعد كده بندخل على الكلينيكال فيس اللي هي لا، العلامات بدأت ان هي تظهر بطريقة واضحة، الشخص بيجي ان هو بيظهر بيحس بيها العلامات. بعد كده الساينس بدأت ان هي بالدياجنوز بتاعها بتظهر برضو. بعد كده بندي ايه؟ العلاج. يبقى اللي هو كلينيكال فيس الاعراض، وبعد كده بنعمل ساينس اللي هو الدايجنوزيس، وبعد كده بندي علاج. طيب بعد ما اعطينا علاج، في بنوصل لمرحله اللي هو الاوتكم. الاوتكم فيز زي ما قلت لكم هم متشابهين زي اللي فوق. الاوتكم فيز بقى اللي هي بيبقى ايه؟ يا اما شفاء كومبليت ريكفري، شفاء كامل، هو خلاص شفي من المرض ده، من المرض ده، او يا اما بيبقى فيه ريكفري بات ويز ريمينينج باثولوجي اور هيد كيب. يعني ايه؟ ان هو شفي بس لسه في المرض موجود معاه، او ان هو مثلا في علامات لسه موجوده من اللي هو المرض، الاعاقه موجوده معاه. تمام. او مثلا هو بيحصل له ديث، ان هو بيموت. يبقى احنا ما نلخبطش ما بين الناتشورال هيستوري اوف ديزيز اور اللي هو الهيلث بروبلم. طيب اللي هم البروسيس او الستيبس بتاعه الهيلث بروبلم، اللي هم ايه؟ شخص بيحصل اكسبوشر، وبعد كده اكسبوشر، وبعد كده بيحصل له افتر اكسبوشر، احنا قلنا اللي هو ظهور العلامات. بعد كده بعد ظهور العلامات بنعمل ايه؟ اللي هو الميجمنت والدايجنوزيس وسبيسيفيك تريتمنت. طيب بعد ما عطينا العلاج والكلام ده، بيبقى حالة من الاتنين، يا اما ريكفري اللي هو الشفاء، او اللي هو الديس. هنا نفس الحال برضو، اول حاجة مبيبقاش في ديزيز اصلا، مبيبقاش في مرض. تاني حاجة ان هو بتظهر مرحلة ان هو المرض بدأ ان هو بيشتغل، فبالتالي الاعراض بدأت تظهر، ندخل بقى ان هو الاعراض خلاص احنا شعرنا بيها والمريض شعر بيها، فبالتالي بيجي بيعمل ساينس، بنشوف العلامات دي عن طريق الدياجنوزيس. بعد كده بندي علاج. بعد ما عطينا العلاج بندخل على مرحلة الاوتكم، يا اما بيحصل ان في كومبليت ريكفري اللي هو شفاء كامل، او يا اما بيحصل ريكفري بس ومع وجود الاعاقة او وجود المرض زي ما هو. بعد كده بيحصل او مثلا ولا هو بيشفى ولا بيشفى ووجود المرض، لا ده هو بيموت. تمام. بعد كده ذا بروسيس، البروسيس يعني ثانية، the process of disease progress is shown in the following diagram. يعني اللي هو بالشكل ده بيقول لك، بيوضح لك الكلام اللي انا قلته لك، ان هو مفيش disease. بعد كده بيحصل لي اللي هو البيولوجيك اونست اوف ديزيز، ان هو بيبتدي ان هو يشتغل وتظهر العلامات بعد كده، وبعد كده بنحصل diagnosis، وبعدين بيدي علاج، وبعد كده outcome clinical. تمام. بعدين اخر حاجه في المحاضره بتاعت النهارده اللي هي علشان الحاجه اللي احنا التلات عناوين دول اللي هو الهوست والهوست والكاستيتيف ايجنت والانفايرومنتال فاكتورز، دول مهمين، دول هيبقوا معانا طول الترم، يعني اللي هم ايه؟ هيبقوا في شباتر كتير. تمام. طيب اللي هو مثلا المضيف او اللي هو العامل، وبعد كده العامل المسبب، وبعد كده الانفايرومنت فاكتور اللي هو تأثير البيئة. تمام. يبقى فيه 3 فاكتورز ديتيرمينت ذا ديزيز، لمعرفة الديزيز، اللي هو الهوست والكوزيتيف ايجنت وانفايرومنت فاكتورز. تمام. دي كانت محاضرة النهاردة في أول شابتر في الإبدومولوجي. يا رب تكونوا فهمتوا، ولو في أي حاجة قوليلي في الكومنتات، ولو كان شرح كويس قوليلي برضو في الكومنتات، هستنى منكم الحاجة دي.